كمان معانا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. برحب بيكي معانا دكتوره منار. يعني ايه حاله الطقس حاليا جراء يعني وصول العاصفه الى بعض المحافظات في مصر؟ اكثر المناطق اللي تضررت، وامتى متوقع ان هي تنتهي العاصفه؟ اهلا بيكي استاذه دينا، واهلا بكل الساده المشاهدين. بالفعل اليوم بقايا العاصفه دانيال بدات تاثر على جمهوريه مصر العربيه، يمكن بدخول العاصفه الجويه للاراضي المصريه او الاراضي الليبيه بدات تفقد جزء كبير جدا من قوتها، بدات تاثر علينا بمنخفض جوي في الصحراء الغربيه. المنخفض ده متعمق بشكل كبير، معاه كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. فبدانا اليوم حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وخاصه في غرب البلاد في محافظه مطروح. امطار ما بين المتوسطه الى الغزيره والرعديه سقطت اليوم على السلوم وسيوه ومدينه مطروح وبعض الاماكن من الضبعه. كمان سرعات رياح تجاوزت ال 50 كيلو متر على الساعه في الصحراء الغربيه، ادت لاثاره الرمال والاتربه وانخفاض رؤيه افقيه. يمكن تدهورت الرؤيه الافقيه في بعض الاماكن من الصحراء الغربيه وسواحلنا الشماليه الغربيه. خلال الساعات اللي جايه متوقع ان تبدا الامطار على محافظه الاسكندريه، لكن هتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، ما فيش منها قلق تماما. بالاضافه كمان هيستمر معانا نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه خلال الساعات اللي جايه وخلال ساعات الليل، ويمكن كمان يستمر معانا حتى الصباح غدا الثلاثاء ان شاء الله. ومع حركه المنخفض الجوي من الغرب الى الشرق هنبدا بكره في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه في شمال البلاد. كميات الامطار هتزيد على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، وتكون امطار متوسطه ورعديه احيانا، ويمكن تعبر في بعض المحافظات من السواحل الشماليه الغربيه زي الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد. الامطار كمان غدا الثلاثاء تمتد للمناطق الداخليه لكن بكميات اقل، فتكون امطار خفيفه متوسطه على جنوب الوجه البحري، سواحلنا الشماليه الشرقيه، مدن القناه. وخلال فتره المساء غدا تمتد لمناطق من القاهره الكبرى امطار خفيفه، مع انخفاض في درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه، عظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه. طبعا استمرار نشاط الرياح اللي قد يكون مثير للرمال والاتربه بشكل كبير في شمال الصعيد وشمال محافظه البحر الاحمر. طيب جنوب القاهره. دكتور منار، امتى نقول ان العاصفه هتنتهي؟ امتى من المتوقع ان الاحوال او الاحوال الجويه تتحسن بشكل كبير؟ هو طبعا تدريجيا مع يوم الاربع المنخفض الجوي هيكون في المنطقه الشرقيه، فهتبقى المنطقه الغربيه في جمهوريه مصر العربيه فيها تحسن كبير في الاحوال الجويه، وتبقى الامطار في سواحلنا الشماليه الشرقيه وخليج السويس وسيناء. يمكن مع يوم الخميس تتلاشى او المنخفض الجوي يتلاشى تماما، فتبدا الاحوال الجويه تستقر بشكل كبير ويكون في تحسن في درجات الحراره وتلاشي فرص الامطار واستقرار في معظم محافظات الجمهوريه يوم الخميس باذن الله. بشكرك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.